السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء يعد بإطلاق معتقلي الثورة. مؤشرات أولية تؤكد تورط مقولة في أحداث أبيان. تنامي الاحتجاجات الشعبية في وجه حيتان الفساد. أهلا بكم من جديد. التقى رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة وفدا من أسر المعتقلين خلال الثورة، وطالب أهالي المعتقلين حكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار. وقال أهالي المعتقلين في ختام اللقاء إن رئيس الوزراء وعدهم بتلبية مطالبهم وإطلاق المعتقلين. قالت مصادر صحفية نقلا عن مصادر في الجيش المؤيد للثورة اليمنية إن تحقيقات أجرتها لجنة عسكرية بشأن الهجمات الأخيرة التي نفذها تنظيم القاعدة أكدت تورط اللواء مهدي مقولة في دعم التنظيم المتطرف بالأسلحة وتسليمهم مناطق في محافظة أبين جنوب البلاد. ونقلت مصادر لم تكشف عن اسمها تأكيدها بأن نتائج التحقيق ستعلن قريبا، وإن إجراءات رادعة ستتخذ بحق سائر المتورطين في تلك الأعمال. هذا ولم يتسنى التأكد من المعلومات التي ذكرتها الصحيفة من مصدر مستقل. وكان أكثر من 100 عسكري استشهدوا يوم الأحد الماضي في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة على قاعدة عسكرية بضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، كما احتجزوا 73 آخرين، إضافة إلى الاستيلاء على معدات ثقيلة بينها راجمة صواريخ كاتيوشا ومدافع ثقيلة. ويعد اللواء مهدي مقولة أحد أكثر القادة العسكريين قربا من الرئيس المخلوع، وكان قائدا للمنطقة العسكرية الجنوبية قبل أن يبعده الرئيس عبد الرب منصور هادي من منصبه ويعينه نائبا لرئيس هيئة الأركان لشؤون القوى البشرية. أكد الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبد الغالب العديني أن المخلوع علي صالح أصبح جزءا من الماضي السياسي اليمني، ولا يمكن القبول به بعد اليوم ليكون جزءا من الفعل السياسي في البلاد. وأشار العديني إلى أنه من الواضح أن القرارات الاستراتيجية الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة في سبيل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية جعلت المخلوع يخرج عن صمته ليمارس تهديدا واضحا وعدم اعتراف صريح بالشرعية التوافقية والشرعية الشعبية التي تشكلت بموجبها حكومة الوفاق الوطني وانتخب بموجبها الأخ عبد الرب منصور هادي رئيسا للجمهورية، وهي الشرعية المدعومة بإرادة وطنية وإقليمية ودولية. ودعا ناطق المشترك من وصفهم بشرفاء المؤتمر الشعبي العام إلى أن يكون لهم موقفا واضحا وصريحا فيما يتعلق بمستقبل البلاد وأمنه واستقراره وتوفير الظروف الملائمة لبناء الدولة المدنية الحديثة. دعت وزارة الشؤون القانونية كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمنظمات غير الحكومية والنقابات والمحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين إلى تقديم مقترحات حول مسودة قانون العدالة الانتقالية الذي نص عليه في قانون الحصانة. وقالت الوزارة في بيان لها أنها تلقت ملاحظات ومقترحات من منظمات وأحزاب وقوى سياسية، وستستمر في تسلم بقية المقترحات حتى 26 من مارس الجاري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. صعد موظفو جامعة البيضاء احتجاجاتهم المطالبة بإقالة رئيس الجامعة لفساده المالي والإداري، ناقلين اعتصامهم إلى أمام مبنى رئاسة الوزراء ومهددين بنصب الخيام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
الزميل علي عزي والتفاصيل. جامعة البيضاء جامعة ولكن للفساد والآفات والعبث المالي والإداري من قبل رئيس الجامعة كما يقول العاملون فيها. في كل شبر من جامعة البيضاء للفساد موقع يندى له الجبين. في جامعة البيضاء التي تضج بفساد رئيس الجامعة ضج نخبة من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين وشعروا بالمسؤولية إزاء جامعتهم وأبنائهم، فأعلنوا إضرابا شاملا في الجامعة حتى يصلح رئيسها ما أفسده في سالف أيامه، فأبى أن يكون من المصلحين، فطفح الكيل بهم وضاقوا ذرعا باستمرار فعاله وفساده، فانتقلوا في اعتصام لهم على مدى أشهر إلى أمام وزارة التعليم العالي مطالبين بإقالة رئيس الجامعة وإحالته إلى التحقيق لعبثه بالجامعة ومحتوياتها وتحويلها إلى إقطاعية خاصة له كما يقولون. من زمان ومن زمان يا وزير مشكو سيلان. شكل وزير التعليم العالي السابق باصرة لجنة لمتابعة القضية، فخرجت اللجنة بتوصية تطالب بإقالة رئيس الجامعة، لكن ذلك لم يحدث. نقلوا اعتصامهم إلى أمام منزل رئيس الجمهورية هادي ثم إلى رئاسة الوزراء مقدمين استقالة جماعية كي لا يكونوا جزءا من عملية تدمير مستقبل الأجيال القادمة. نحن مستعدين أننا نقدم استقالتنا وقدمناها سابقا، ولا يمكن أن نعود إلا بجامعة تحترم التعليم وتحترم القوانين وتحترم الأنظمة. وهذه أستغل هذه الفرصة أقول لطلابنا في الجامعة أننا نحن جئنا من أجل تصحيح، من أجل أن يكون جامعة سليمة تخرج مخرجات علمية أكاديمية فعليا، ونحن هنا من أجلكم وشكرا. مطلبنا هو إقالة رئيس الجامعة لما تشهده الجامعة من خلل كبير جدا في الجانب الأكاديمي والتعليمي تماما، فهذه جامعة أصبحت بعيدة كل البعد عن هذا الجانب، فنحن نطالب بإعادة الجانب الأكاديمي والتعليمي إلى الجامعة، مؤكدين استحالة استمرار العملية التعليمية في ظل ممارسات رئيس الجامعة الحالي. علي عزي، قناة سهيل الفضائية، صنعاء. أظهرت إحصائية أولية حول حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الحرب والحصار المفروض على منطقة عاهم في مديرية كشر بمحافظة حجة من قبل جماعة الحوثي، أظهرت أرقاما مخيفة وصورة صادمة لانتهاكات حقوق الإنسان. ورصد تقرير ميداني نشره موقع الصحوانت إحصائية أولية للوضع في المديرية، وتقول الإحصائية إن عدد القتلى من صفوف السكان المدنيين بلغ أكثر من 92 قتيلا بينهم طفلان، بينما تجاوز عدد الجرحى 146 شخص. ويشير التقرير إلى ارتفاع فاتورة الخسائر المادية أيضا، حيث يقول زعماء قبليون إن الحرب والحصار تسببت في تعطيل سوق عاهم، وهو السوق الرئيس الذي يرتاده أسبوعيا نحو 30,000 من المتسوقين والبائعين من مديريات عدة، إضافة إلى هدم مؤسسات تموينية تابعة للسوق وإحراق الكثير منها، إلى جانب إتلاف مزارع في كشر ووشحة نظرا لإطباق الحصار على آبار المياه حسب ما أورد التقرير. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لثورة طلاب كلية الشرطة محمد الطليان قيام مجموعة من بلاطجة حسن العذري مدير الكلية بنهب محتويات وتجهيزات الكلية. وناشد الطليان وزير الداخلية إلقاء القبض على المعتدين يوم أمس على الطلبة، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 20 طالبا بجروح مختلفة. في وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء صباح اليوم، طالبت متعاقدات جهاز محو الأمية بتثبيتهن وصرف كامل حقوقهن أسوة بزملائهن في المؤسسات الحكومية الأخرى. وقالت الموظفات بأن البعض منهن قد مر على تعاقدهن أكثر من 15 عاما ولم يتم البت في قضيتهن حتى اللحظة.
أتينا إلى هنا طالبين من رئاسة الوزراء أن يعني تنصفنا من مظالمنا الذي إحنا مظلومين لها من حوالي 20 سنة. في مننا متعاقدين لمدة 20 سنة إلى الآن لم يثبتوا، لا درجات وظيفية توجد لنا. لنا مجموعة من المطالب، منها أن يكون لنا حق في الدرجات الوظيفية مثل غيرنا من العاملين والعاملات في المؤسسات الحكومية. أيضا أن يكون لنا نصيب خاص للمتعاقدين في محور الأمية، لا نجد هذا النصيب ولا ندري أين يذهب هذه الدرجات الوظيفية. أيضا رفع العقود من 438 فقط 438 فقط عقد لأمانة العاصمة ككل. يعني إحنا أعدادنا كبيرة ومراكزنا كثيرة جدا في أمانة العاصمة. إلى ذلك يواصل متعاقدو دائرة الأشغال العسكرية اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الوزراء، مطالبين بإقالة مدير الدائرة على خلفية اتهامه بالفساد المالي والإداري في الدائرة، وعدم احترامه الموظفين وحقوقهم، وعدم تثبيت الكادر المتعاقد في الدائرة من فنيين ومهنيين. الجدير بالذكر أن البعض من متعاقدي الدائرة مر على تعاقدهم في الدائرة أكثر من 10 سنوات. نحن أفراد دائرة الأشغال العسكرية نطالب بتثبيت الكادر الفني من مهندسين ونجارين وسائقين وملحمين إلى آخر. كما يواصل موظفو النفط والمعادن احتجاجاتهم المطالبة بتوفير حقوقهم وتوحيد الكادر الوظيفي. وطالبت اللجنة التحضيرية بملتقى البترول والمعادن قيادة الوزارة بسرعة صرف المكافأة الشهرية وتفعيل التدوير الوظيفي وفق النظام والقانون، وتفعيل دور الهيئة الرقابية بما يعزز أدائها وتنفيذ مهامها. طالب نازحو صعدة وحجة الرئيس عبد الرب منصور هادي بتهيئة الأجواء وإنهاء التوتر الأمني في المحافظتين من أجل عودتهم إلى منازلهم بعد معاناتهم ونزوحهم. احنا جينا من حجور التي أصبحت مهملة منذ 6 أشهر، والصراع دائر في مناطقنا وفي مديريتنا ومحاصرين لعدة مديريات في حجور. وجينا نطالب الأخ المشير عبد الرب منصور هادي فخامة رئيس الجمهورية بفرض هيبة الدولة ولفت النظر إلى حجور وأبناء حجور وما يجري في المنطقة من حصار وقتل وتشريد وقتل الأطفال. وجئنا بمطالبنا التي لخصناها في هذه الورقة، ونطالب بالفك الفوري للحصار الذي يضربه الحوثيون على المديرية. نطالب الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي بأن يفرض هيمنة الدولة في بلاد حجور، بأن يعيد النازحين إلى أرضهم، بأن تهتم جميع حقوق المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية بأبناء حجور. تجمع علينا الحوثي من كل بقعة، من كل مكان، من صعدة، من صنعاء، من كل مكان. نناشد المنظمات ونناشد فخامة الرئيس ونناشد وزارة الداخلية ونناشد وزارة الدفاع أن يرفعوا هذا الجور وأن يرفعوا هذا الحصار الذي قتلوه أكثر من 7 أشهر على منطقة حجور. طلب عدد من جنود القوات البحرية اليمنية المرابطين في جزيرة زقر الرئيس عبد الرب منصور هادي بإقالة قيادات عسكرية، قالوا إنها لا تبالي بحياة الجنود ولا بسلامتهم. وقالت مصادر في الجزيرة إن فاجعة وفاة عدد من جنود البحرية الشهر الماضي لم تؤثر في ضمائر الضباط المسؤولين عن سلامة وأمن جنود الجزيرة. وأوضحت المصادر أنه وبعد الحادثة كان من المتوقع أن يلمس الأفراد تحسنا في مستوى الاهتمام بسلامتهم خصوصا في نقلهم من وإلى الجزيرة، لكنهم فوجئوا بأن القيادة خصصت لنقلهم زورقين فايبر جلاس، حال كل منهما أسوأ من الآخر حد وصف المصادر. وكشفت المصادر أن أسر الجنود الذين غرقوا ما تزال غير قادرة على تسلم مرتبات شهداء الواجب. وكان عدد من جنود القوات البحرية بجزيرة زقر لقوا مصرعهم مطلع يناير الماضي إثر غرقهم على زورق من نفس النوع عجز عن مقاومة الرياح والأمواج. ووجهت الاتهامات للقيادة البحرية بالتقاعس والإهمال عن واجب إنقاذ الضحايا.
أقدم مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس السبت على التقطع لمقطورات نفطية بوادي حضرموت وأضرموا النيران في 6 منها. وذكرت مصادر لقناة سهيل إن مجهولين استوقفوا القاطرات في الطريق العام الذي يربط المكلا بسيئون وأمروا سائقي القاطرات بالنزول منها ثم قاموا بإضرام النار فيها، ولم يتأكد بعد ما إذا كانت العملية أسفرت عن سقوط خسائر بشرية. أغلق طلاب مدرستي لبوزة والراشد بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب صباح اليوم احتجاجا على عدم تعاطي المكتب مع مطالبهم المتمثلة في توفير الكادر التعليمي المتخصص وانعدام المعامل وعدم استبدال المدراء غير المؤهلين. كما نفذ الطلاب مسيرة حاشدة توجهت إلى مبنى المحافظة لمطالبة المحافظ بإقالة مدير المدرسة. منع موظفو أطباء مستشفى الثورة العام بالحديدة مدير المستشفى من دخول المبنى على خلفية اتهامه بقضايا فساد وأعمال بلطجة وتجهيل أموال المستشفى لدفع بلاطجة مسلحين للاعتداء على ثوار محافظة الحديدة خلال الأشهر الماضية. يا حرف السن مستحق هذه صراخات العمال والموظفين والمرضى في مستشفى الثورة العام بالحديدة الذي يعاني من أورام الفساد الذي يعصف به منذ سنوات. يوظف ناس من خارج المستشفى ونحن نعمل ومعاقد منذ سنين ولا يوجد أي درجة، والدرجة يأخذها الذي خارج المستشفى بحارة يجلب في البحر لديه درجة وظيفية ويسجل حضور وانصراف ونحن لا يوجد لنا. حراس سلام كذلك حراس سلام في المستشفى موظفون والتمريض المتعاقدين لا موظفون هم متعاقدين المتعاقدين لغاهم المتعاقدين لغاهم وحطهم متعاونين. هنا كافة المواطنين والعمال والأطباء والفراشين والإداريين خرجوا صبيحة اليوم الأحد في اعتصام يدعون فيه لإقالة المدير العام المتهم من قبلهم بالفساد. تجيب مريض من داخل البلاد من داخل الريف ما تحصلش حتى عناية سوا تشتري علاج يقول لك الصيدلية هذه واحدة ثاني مثل تنتج عند الذين تقطع ورقة يقول لك السجدة كذا. هذا هو الوكيل المساعد للمحافظة ومدير مكتب الصحة ومسؤولون آخرون وحتى رجال أمن مكافحة الشغب يحاولون عبثا إسكات صرخات المحتجين الذين كشفوا عن فساد مروع ينخر هذه المنشآت الطبية. إزالة مية الفساد من فوق إلى تحت مثل الناس سواسية الناس ما تحصلش عبر ما تحصلش مغذيات الفقير ما يحصلش حاجة عمليات مجانية. أما المواطنون المتواجدون في الداخل فتحدثوا عن فساد طال خدمات المستشفى أزهقت بسببه الأنفس وأصيب البعض بمضاعفات مرضية خطيرة، فمن يدخل مريضا إلى المستشفى يمشي على قدميه يخرج معاقة. معلش أبواب المستشفى عليه ساقي دخلكم مشي برسلوب حمارات القلب حركوا مشروع مستهدرين بأرواح الناس يبيعوا علاقة حق المواطنين اللي تجي لنا مهولية أبي دخل بين إسهال بين إسهال يخرج بقلطة الدماغ بسبب أنهم ركبوا لك 400 بعض من الدكتور تلفونية والضغط كم 200 على 180. أما هنا فحديث عن قيام إدارة المستشفى بدفع أموال لبلاطجة كانوا يعتدون على مسيرات الثوار تدفع لهم من إيرادة المستشفى. كما الدكتور محمد قطط بإرجائي لأجل أخرج له الثوار للمستشفى الثورة فكان يبتل البياس إلى أبناء حرب الهنود الصديقية من 10,000 ريال لتخريج ضد المتظاهرين. مستشفى الثورة في الحديدة منشأة طبية عملاقة هدها الفساد على امتداد الحكم العائلي لتغدو مسلخة للمواطنين الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل مدينة الحديدة. في الضالع تتواصل الفعاليات والمسيرات الحاشدة المطالبة بسرعة هيكلة الجيش وإقالة المتورطين في جريمة دوفس بأبين وتسليم عدد من المدن للمسلحين. تفاصيل وأوفى في التقرير الذي أعده مراسلنا نصر المسعدي. أعتقد أنه لا يمكن أن يجري أي حوار وطني يمكن أن يحل مشاكل اليمن دون هيكلة للقوات المسلحة بجميع فصائلها للحرس الجمهوري للفرقة للأمن المركزي ويعاد هيكلة الجيش والأمن ثم بعد ذلك نأتي إلى إجراء حوار وطني يمكن أن يحل مشاكل اليمن.
يواصل الثوار بشتى ساحات وميادين الحرية نساء ورجالا الخروج في مسيرات وتظاهرات حاشدة تطالب بتحقيق أهداف ثورتهم السلمية، وفي مقدمة تلك الأهداف إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية كشرط للدخول في مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. هيكلة الجيش هو المطلب اليوم إسقاط أولاد علي عبد الله صالح من الجيش وإعادة هيكلتها على أساس وطنية حديثة. الشباب هنا في محافظة الضالع وهم يدعون إلى ضرورة انزعاء عائلة صالح وبقايا نظامه من الجيش والأمن حملوا الأخير ومعه قائد المنطقة الجنوبية السابق مسؤولية ما جرى من مذبحة بشعة للجنود في محافظة أبين وتسليم المعدات الحربية للجماعات المسلحة مطالبين بضرورة محاكمتهم. نحن نعلم أنه في عندما وقع خليجي 20 لم نسمع عن أي حوادث، فكيف أتت هذه الحوادث مرة واحدة ويقتلوا من أبنائنا بالمئات؟ بمعنى أن العملية مرتبة وأن فيه هناك أيادي ونحن نطالب بالتحقيق. كما يرون في ذلك ممارسات مفضوحة تسعى من خلالها العائلة إيصال رسائل للداخل والخارج بتهويل حجم القاعدة، لكنهم يقولون أنها لم تعد تنطلي على شعب أثبت بثورته السلمية حكمته ووعيه الكبيرين. هذه لعبة من نظام علي عبد الله صالح المتهالك، هي آخر ورقة يلعب بها، هي صور الخارج إن في اليمن قاعدة، ولكن نقول لعلي عبد الله صالح القاعدة إنما هي أنت الذي صنعت القاعدة في اليمن. أدرك الثوار نزعة صالح الاستبدادية وهو يضع أبنائه على رأس المؤسستين العسكرية والأمنية، فصرخ الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه ليضع حد لأسرة باتت تتحكم في شؤون البلاد ومد جذورها في كل مفاصل الدولة. يبقى مستقبل البلاد مرهون بمدى قدرة القوى الوطنية على تجاوز حساباتها الضيقة والجلوس في طاولة حوار وطني شامل، وقبلها تهيئة الأجواء بترتيب وضع المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس علمية وطنية. نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة الضالع. أقامت جمعية شركاء التطوير والتنمية بتعز بالتعاون مع المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع حلقة نقاش حول دور المرأة في صناعة القرار السياسي وآليات المشاركة الفاعلة في بناء اليمن الجديد والمشاركة في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة والإسهام في تحقيق التغيير المنشود. خرجنا منها بحلول لدور المرأة في صناعة القرار السياسي حلول، وأخذنا إيجابيات، تلقينا إيجابيات وكمان سلبيات، وإن شاء الله يعني تقوم الجمعية في معالجتها كون أول حلقة نقاش تقام للجمعية. شهدت ساحة التغيير بشبوة عصر اليوم افتتاح معرض الصور الذي احتوى على عرض جميع الفعاليات الفنية والثقافية والمشاركات الجماهيرية طيلة عام كامل منذ انطلاق الثورة، وبمناسبة مرور عام على نصب أول خيمة في ساحة التغيير بشبوة. صلاة السلام على رسول الله في هذه الليلة، ونحن نفتتح معرض الصور بمناسبة الذكرى الأولى لمرور عام على يعني قيام ساحة التغيير بمحافظة شبوة، وقد تم افتتاح المعرض تأكيدا على استمرارنا في الثورة وصمودنا في الساحات حتى يتم تكامل يعني أهداف الثورة التي خرجنا من أجلها. أقيمت في ساحة التغيير بصنعاء ندوة حول شعرية النص الثوري لمناقشة دور الشعر في هذه الثورة. شارك في الندوة عدد من الأدباء الذين أكدوا على أهمية الشعر كغيره في دعم الثورة. راى
رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في افتتاح دورته 37 بعد 100 بمقر الجامعة العربية يوم أمس بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في اليمن يوم 21 من فبراير الماضي. جاء ذلك في كلمة للشيخ صباح خالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم بالتطورات الإيجابية في اليمن معربا عن أمله في أن تقود هذه التطورات البلاد إلى مرحلة جديدة. وقال وزير الخارجية القطري في كلمة له نرحب بالانتقال السلمي للسلطة والتحول السياسي الهادئ الذي حققه الشعب اليمني الشقيق والذي صان اليمن من إراقة المزيد من الدماء وقاده إلى مرحلة جديدة. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه تم الاتفاق بين روسيا والجامعة العربية على 5 نقاط تستند إليها مهمة المبعوث الدولي كوفي عنان إلى سوريا. وقال لافروف إن المناقشات التي أجراها مع الوزراء العرب في القاهرة يوم أمس انتهت إلى اتفاق على 5 نقاط تمثلت في ضرورة وقف العنف أيا كان مصدره وإنشاء آلية رقابة محايدة ورفض التدخل الخارجي وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون إعاقة والدعم الكامل لجهود عنان استنادا إلى المرجعيات التي قبلتها الأمم المتحدة والجامعة العربية. وكان رئيس الوزراء القطري اعتبر أنه آن الأوان لإرسال قوات عربية ودولية إلى سوريا. وقال في الاجتماع علينا إيصال رسالة إلى النظام السوري بأن صبر العالم وصبرنا قد نفد وولى زمن السكوت على ممارسات نظام الأسد داعيا إلى الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض ممثلا شرعيا للشعب السوري. شن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم غارة جديدة على مواقع شرقي مدينة غزة وذكرت مصادر طبية إن شخصا مسنا استشهد جراء الغارة كما أصيب 3 آخرون وبهذا يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 شهيدا. وكانت مصادر طبية فلسطينية قالت في وقت سابق إن فلسطينيين 2 قتلا في غارة شنها اليوم الأحد الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يواصل غارته على قطاع غزة لليوم 3 على التوالي. وأضافت المصادر الفلسطينية أن الطيران الحربي شن غارة على منطقة جباليا أسفرت عن استشهاد صبي في 12 من عمره وإصابة شخص آخر فيما قتل ناشط فلسطيني في وقت مبكر من صباح اليوم في غارة أخرى على منطقة شرقي القطاع. من جانبها تعهدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالانتقام لضحايا الغارات الإسرائيلية وفيما أطلق 100 صاروخ على الكيان الصهيوني من نوع غراد على كرد على الغارات الجوية. في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يعد بإطلاق معتقلي الثورة. مؤشرات أولية تؤكد تورط مقولة في أحداث أبين. تنامي الاحتجاجات الشعبية في وجه حيتان الفساد. مشاهدينا الكرام في نهاية النشرة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.